للنزاع نهائيا بما يخص كل مطالب النقابة والعاملين بالشركة تليمان، خلاف دام أكثر من 10 سنوات ظهر للسطح في أشهره الأخيرة. العاملون والموظفون في الشركة اعتبروا هذا اليوم تاريخيا تم فيه تثبيت الحق الدائم لهم، ويشمل كذلك المتعاقدين والمستقيلين والمتوفين طوال فترة التقاضي التي امتدت لفترة طويلة تعاقبت فيها إدارات ووزارات عدة. إبراهيم الشرابي. يبقى معنا الدكتور علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة اليمن. دكتور علي مساء الخير، أهلا بك في أصداء اليوم. إذا الاعتصام انتهى ببيان رسمي، لو تحدثنا عن الاتفاق الذي بموجبه تم إنهاء الاعتصام. شكرا جزيلا للقناة السعيدة، وحقيقة هناك إضافة ربما تضاف إلى ما الفترة التي كانت فيها فترة الإضرابات والاعتصامات وما إلى ذلك، يضاف إليها أنه اليوم اللجنة الوزارية صادقت على الاتفاق الذي وقع بالأمس بين إدارة الشركة ونقابة موظفي الشركة. فاللجنة الوزارية المشكلة من برئاسة الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دندغ، واجتمعت اليوم صباح اليوم وأقرت الاتفاق بصورة نهائية تمهيدا لإقراره من دولة الأخ رئيس الوزراء. طيب مع الموظفين ماذا تم من اتفاق من نقاط مع الموظفين؟ حقيقة كما ذكر في تقريركم ربما منشأ الخلاف يعود إلى ما قبل 20 سنة تقريبا، أو تحديدا في العام 1989، ثم تصاعد هذا الخلاف في 2002 عندما رفع عمال وموظفو الشركة دعوى على الشركة في 2002، واستمر التقاضي لأكثر من 10 سنوات تقريبا. والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأخوان في نقابة العاملين هو استمرار سريان الحقوق المترتبة على مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من العام 1990، وهو كان أفضل الحلول التي تضمن يعني أو تحقق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، حيث تضمن للعاملين حقوقهم منذ إنشاء الشركة تحت مسمى اليمن، وفي نفس الوقت تراعي أي مبالغ أو أي أعباء مالية مستقبلا على الشركة. طبعا ملفت للانتباه أنه الاعتصام أكثر من 20 سنة لم يظهر بالشكل الذي تظهر عليه الاعتصامات بشكل عام. يعني السؤال ما مرجع ذلك؟ كيف تم يعني اعتصام من تحت لا تحت على ما يقولون؟ كيف لا تم هو ذلك؟ حقيقة زي ما ذكرت الخلاف منذ منشأ الخلاف بين الشركة والنقابة قد تعود جذوره إلى ما قبل 20 سنة، ولكن ربما الإضرابات على الأصح وليست اعتصامات، هي إضرابات التي بدأت في نهاية العام 2010 إثر صدور أحكام قضائية في حينه، وتوالت الإضرابات ربما بصورة متقطعة إلى أن حسم الموضوع ووقع الاتفاق في الأمس. أشكرك جزيلا دكتور علي النصاري الرئيس التنفيذي لشركة اليمن. ومن انتهاء اعتصام اليمن شركة اليمن هناك مشهد للاعتصامات في ساحة الحرية، وهي لوحة تتعدد فيها المطالب بحسب هوية المعتصمين. رضوان السماوي التفاصيل.